حن عوال الشايب اللي لاحتصب وادرج مع امه اجعل كبار القضايا مثل الطقه وتعليمه حن عوال نظيم والماب ليجيه افراج همه الرفاق نزهه شناره والعدو يفني هضيمه سلمنا يفرض علينا كل ريح وكل قمه بالصفوف وبالرجال وبالسلاح وبالعزيمه اسمحوا لي هذا فكري واشتغل براس دمه قلط ضيوف الخيال اللي تمون بلا عزيمه سلمنا يفرض علينا كل ريعه وكل قمه بالصفوف وبالرجال وبالسلاح وبالعزيمه عندنا المليون ميه واندعى الواجب نتمه عندنا المرسام حفله عيد ميلاد وتميمه اي ولا نافي وفانا الملك باعه وذمه نرفع الرايات نصر وخصمنا يلقى الهزيمه بلغوا سلمه حن على داع المهمة يبشر بصدق العزوم ويمشي بقوة الشكمة بلغوا الليلة نفاق بشته ولفة تحت كمه ينفض اطراف القلوب الدايرة والمستقيمة ولاية عهد ابوهم بعد جده وعمه هيبته هيبة ملوك وهيته هيية ستيمة الله انك محمد كف ولادة
أسباب الجريمة أنه تقدر تعتزي بختك وتثنيها والأم خل بنفصل يظني وقطع الليل وعتمة هل هي سريدة مربي سخر القف ومتمة الحماية والسعاطير الجديدة والقديمة من حوال الشايب اللي تعتصب ورج معمه نجعل أكبر سلمنا يفرض علينا كل ريعة وكل قمة بالصفوف وبالرجال وبالسلاح وبالعزيمة عندنا المليون مية واندع الواجب نتمه عندنا المرسام حفلة عيد ميلاد وتميمة ولنا في وفانا الملك باعه وذمه نرفع الرايات نصر وخصمنا يلقى الهزيمة يبشر بصدق العزوم ويبشر بقوة الشكمة